الوضع صعب ومنه مرة سنتين، بكل سنتين بيجينا حرب ومنقدرش نتحمل، وكل بموت من عنا ناس، وهذا بيجينا حصار وبتسكر البحر وبتسكر البحر وبتسكر الأنفاق، ومنقدرش نجيب مصاري ومنقدرش نعمل. أنا تركت المدرسة عشان أساعد أهلي، أنا بروح على الزبالات بلم بلاستيك وهذا، ومنه إذا ما فيش بلاستيك بروح على الردم بلم ردم، بروح ببيعه من المكسرات، ومن الردم بنساعد أهله وبدي أهل مصر، وبالشوب ما بقدرش أتحمل عشان صغير، بلقط لها كم من حجر وكم من بلاستيك ببيعهم، اخر النهار بدوني 5 شيك. نشتغل لقينا قذيفه، لقينا اشي تحت الحجار، نقعد نطلع تقصف فينا اشي، يصير فينا اشي برضه خوف. بعد الحرب في امان وبنقدر نشتغل على حد. مره لقيت ميكروفون طلع اشي منيح، يعني طلع هيك اشي غريب، لقيناه في قلب الزبالة، بعتها 50 شيك عام 10 أيام من شغل، واستفدت فيها وديتها لأهلي، اديت 50 لأهلي واستفدت منها منيح شي كتير. نشتغل في مصنع مرطبات، يوم من الأيام كنا في المصنع، الناس قاعد يزعق علينا نطلع دغري، طلعنا ونقاسي في المصنع مرطبات، كنا خايف وزعلان عشان المصنع كنا ساكنين فيه نقاسي دغري، رحت أطلع حاجة من حاجاتي ما قدرتش أطلع ولا شيء. محمد أخوي هذا بحبنا كثير، وقدين معاه مشاوية، عمره 22 سنة، شفته قاعد بضرب الطوب. في براد يا انت صغير، بس واحده شويه، شفته مكسوف ومقطع، اخبر قطع يكفي. بشوف احلام مزعجه، ما اعرفش انام، بشوف عمه واخوه، أبويا اسمه جعفر خضير وشغلته مزارع، بزرع خيار وبندورة وفلفل وبزرع نخية، الأرض عند الحدود على 1.5 كيلو. المزرعة تبعتنا 30 دولو، جرف طردنا من 2001 حتى 2014 11 مرة، جرفوا أرضنا من غير سبب، إحنا مزارعين مسالمين، فيش عنا مسكن نسكن، وفيش مية نشرب، فيش عنا مصاري عاد نعمل الأرض. احنا محظوظين المرة هذه ما ماتش حدا منا، بس المرة هذه ماتوا ناس كتير ومات جارنا. احنا بنزرع خضرة، بنزرعش متفجرات عشان اليهود تيجي تفجرنا.
قالوا في ودنا قاعدين في بيتنا قاعد يدبوا جزائف. عاد احنا قلنا بدنا نشرد. عند عمر بن العاص ضربوا قذيفة. عاد القذيفة طيرت علينا. وانا اتصومت في بطن كل امعاء كلهم طلعوا. أنا ما جابونا على المستشفى وكنت صاحية حالي، كنت مغيبة. لما عملوا العملية وخلصوا وطلعت منها كمان يومين عاد أنا صحيت. من 1/8 أنا في المستشفى، من 1/8 ل17 يوم. سنة أحمد الله اللي في ناس استشهدوا في ناس أخطر مني. أنا طفلة حقيته ما يعملوش شيء. أنا ما عايش ولا صواريخ ولا دبابة ولا إشي. أنا طفلة مش مجاهدة، ليش هما بيعملوا فينا؟ أنا أبوي كان طيب وكان شغلته إنقاذ أرواح الناس، وأنا مش فاهم ليش قتلوا. حياة يعني كل حياتنا ما سمعناش ولا توقعنا إنه إسعاف ينضرب بشكلها. كان دوامه زي أول وكمان أكثر، لأنه كان في حالات كانت يعني الحرب هذه يعني كل دقيقة كنا نسمع صوت القصف، فهم كانوا يطلبوه عشان يجي ينقل الحالات هذه. أبوي استشهد في 1/8 في 2014. والدي كان رايح يسعف شخص كان مقصوف، فراح وفي الوقت اللي راح فيه خبطوا قصفوا عيلة من 7 أنفار، وحمل العيلتين النفر والعيلة، فقصفوا السيارة صاروخين زنانة لدرجة إنه الأشخاص اللي كان فيها ال 12 كلهم استشهدوا، وسيارة الإسعاف انحرقت كلها وما يعني. موضوع الدفن وإنه إحنا نشوفه فما فيش إشي فيه ينشاف، يعني الثلاثة واللي كانوا في الإسعاف ما قدروش يميزوهم من بعض عشان إحنا نروح نشوف. تحت الخوف طالعين، ويعني في لحظات كان دفنوا. أنا بعتقد إنه أبوي بطل وبطل الأبطال، لأنه رايح ينقذ أرواح ناس، يعني بده يقلل من نسبة الأموات. وجودنا يعني كثير في المدرسة، مدرسة أبو حسين انقصفت. عاد
بعد احنا فجاه احنا بنسمع قذيفه، اول قذيفه خبطوها في الحمام. بعدين خبطوا كمان قذيفه، القذيفه الثانيه يعني استشهدوا نصهم، قعدوا الناس يصوتوا ويزعقوا، احنا قمنا نجري. احنا سمعنا اللي هو اخر قذيفه خبطوها في ابن خالي واخويا بالنص، خبطوها لابن خالي واخويا استشهد الله يرحمهم. احنا في الوكاله قاعدين، يعني احنا مبسوطين، يعني احنا بقينا مختبرين، احنا ما ادري نعملها ست وكاله عشان هم رافعين علم شو اسمه الامم المتحده. احنا بطلنا نامن في الوكاله في الامم المتحده، يعني اللي مقصف المكان بس الوكاله. عندنا مرسة الوكالة، مرسة الوكالة هنا قصفوها، عندنا 22 شهيد، ومن شو اسمه الجرحى 80 شو اسمه جريح. كنا أهم في الشارع 8 أنفار، رحنا نلعب، رمى صاروخ، شفنا الدخنة واستعدنا نجري. اقعد اولاد الصغار يا حالك، اولاد صغار. يلا الله يرحمك. ايدي هذول جري كانوا مربطين بالدم. انا كل اتنازلت ابن اخويا وابن اخويا واخويا وابن عمتي. كل اتنازلتهم من ايديهم. قلت لهم اجروا اجروا، سيبوني سيبوني. أنا بعرف أجري. رموا الصاروخ. استشهدوا هم وأنا قاعد أجري. في أجنبي حملة زي حطنا في الإسعاف، رحت على المستشفى. قلبي شظايا يا ابني، طلع طلعها دكاتره خايفين، يمكن السبب برا طلعها. ايدي مقطوع فيها وطار، ما بقدرش احرك انا، وضاري فيها شظايا وايدي ورجلي. احنا عشان نلعب فوتبول قتلونا اربعه واربع جرح. كيف احنا لما صرت شباب ايش عمل فينا؟ انا وشيماء ومحمد كنا قاعدين في الدار واللي هو تقصف الدار علينا. كانت شيماء تنادي وانا كنا تنادي عشان حدا يجي يسعفنا، وجا المسعف علاء وهو سعف. كنت انا اطلب منه الميه مثلج، وداني بعدين على الشفا. اسمي آية أبو حامد، أنا عمري 6 سنين، مسان قد بالعمر بس هي خالتي. بعدين قصفت عليهم الدار، بعدين مسان خالتي صارت تحكي بدي مية بدي مية مية تلج بدي. كان حزين عشان امها وابوها استشهدوا. انا حابب اصير دكتور، بسان حابه تصير معلمه انجليزي لما تكبر. لا بتحكيش معانا ايه صار، لما حدا يسالها بتعصب.
بعد ما تجرفت بدنا نسهمدها ونجيب ونعمل فيها بير مية ونحط ونعمل حمامات ونعمل ونزرع فيها ونجيب برابيش. احنا خايفين نخش الأرض عشان في صواريخ لسه مش مفجورة وفي مفجورة، وخايفين نخش يتفجر فينا. أنا نفسي أصير مهندس زراعة، أنا نفسي أعيش أروح على المدرسة فيش ولا فيش خوف زي فيش قنابل زي الناس التانية بضربوش دارنا زي أطفال تاني زي ما عايشين أطفال تاني. كل ما بفكر في وضعنا مش عارفين كيف بدنا نخلص من هذا الوضع. والدي كان شغلته سائق اسعاف. والدي كان سائق اسعاف من 17 سنة. أنا والدي مسعف وكان دائما يتعامل بتنسيق مع الصليب الأحمر ويروح ويجيب الجثث من عند الدبابات، وكان معروف ليش قصف سيارة الإسعاف. هو عمره في كل الحروب في سيارات إسعاف انقصفن. فأخوي كان من الطلاب الأوائل نسبة عالية، الحين يعني ناوي إنه يستقر ويبطل يعني يكمل تعليمه. أختي كانت علمي والحين بدها تحول أدبي وكمان بدهاش تكمل. علاقتي فيه إنه أبوي هو اللي بيحن علي، يعني كل إشي بنطلبه هو اللي بحقق لنا إياه، يعني علاقة إيجابية بين أب وابنه، يعني مش علاقة وبس، يعني إشي الواحد بيقدرش يصفه وفجأة يروح، هذا إشي بنتخيلوش خالص. بعدين راح أبوه بشغل البحر وقف البحر وقف بفهم البحر 600 فيش سنة. احنا عايشين ولا عيشة زي القرى، برا وبحرا كله مسكر. احنا وش عيشة ولا حق مش لاقيين ناكل شاي وقهوة ولا طلب من المدرسة عشان اشتغل اصرف على الدار شغل، ولا خلوا لاصحابي ولا خلوا لحدا. فقلت مثلا بطلنا بقلب الضوء ولا بلعب ولا بعمل شيء. انا نفسي اطلع مقاوم اجيب حق ولا بعمل. أنا نفسي لما أكبر أكون صياد زي أبويا. أنا نفسي أكون زي أطفال العالم ولا أحس بخوف. احنا موجودين بالمدرسة لنا 35 يوم. احنا ما نفطرش يعني ولا غير، بس عندنا الغدا بس. اكل فش زي الخليج.
بعدين احنا بننام يعني بننام شوف كلهم فوق بعض. احنا فيش عندنا تلفزيون ولا عندنا هوايه ولا عندنا يعني رأي شو اسمه ارتاح اشي خاص يعني إلنا نحكي يعني فيش يعني حريه يعني نعمل. احنا هنا شباب يعني مدربين المدرسه. نفسي ما أكبر أصير دكتور. أنا تعذبت وأخذت إبر. أنا سافرت على إسرائيل. أنا معي مرض من العاطل. أنا معي مرض السرطان عشان نفسي أحكم الناس اللي حكموني زيي. يعني نفسي أحكم الصغار اللي عيني. أنا بقدرش أروح أتعالج لما وقف إطلاق النار. ساكن بيافا أجا هنا تلاجأ أبوي انولد هين وإحنا انولدنا هين. يمكن نتلاجأ ونطلع ونصير زي الشفا وهدولة. أنا تركت المدرسة قبل سنتين عشان أساعد أهلي. أبوي بطل يتحمل يشتغل ما بقدرش يشتغل. صرت أنا أشتغل بداله وأجيب له مصاري. كمان واحد يا محمد شام. وأمي عيانة معها مرض في الكبد وسكر وتضخم وهذا. وخواتي اللي أخو أخت معاقين يعني وهذا. وأنا فيش اللي أنا اللي بشتغل يعني وبجيب مصاري له. غصب أمك صح من كتر ما أنت تعبان تتعب كتير. شغال الرقوم الصبح كنت وانت بعد المغرب تمغيب ايش خلص تروح من شغلك تريح تغسل وتقعد تغسل وتريح يا سلام تروحش مطرح شوف لك شغلانه لسه احسن لك من هذا شوف لك هيك اي شغلانه هذا الشغل اثر علي معيش اشتري كفات يعني للزباله وللهذا وواعي. انا شغل الصياد برضه حلوه ومنيحه بس برضه خوف كل ما يعني نعدي الطرادات والدبوره والهذا يقصفون يصيروا يطخطخوا علينا وهذا. في منهم ماتوا كثير وبحبسونا اللانشات والحسكات بضل ما وبخطفونا وبحبسونا عندهم. بس البحر منيح وحلو للشغل. انا نفسي اكون صياد. انا انولدت بالبحر والبحر بحبه والبحر بحبني واصير صياد وصيد واكون منيح في البحر. صار الحرس 3 اشهر ما حدش يساعدنا ياخذ صميمنا رقم الجوالات وقول لنا اساعدكم اساعدكم بروحوا بس الشهر ما ساعدناش. الفصائل كلها حماس وفتح ورمادنا كل الفصائل قولوا لنا اساعدكم ولا ما ساعدناش.
أنا كنت بلعب خريطة وكورة شريدة. أنا ولد عمي كل يوم. إيش قلنا؟ احنا الاربعة اللي جينا من الصار بدنا نسعلون البحر. احنا بدنا علاج نفسي. ياخذونا برا يساعدونا ننسى اللي صار معنا. وغزة بدنا نتذكر كل شيء صار معنا. أصعب كثير. وشوف الأولاد بس صوت وسلش. هنا الدكاترة مش فاهمين له. أخذوا كلها مش فاهمين له. طلعونا يا برا. ساعدوه. نسوا اللي صار معنا. أصعب حاجة أصعب منها كنا هوايته. كلهم بشوف رزق الأولاد. بهارد بتنا سمعين كلام قلبية وخلعوا صاروا كل حاجة. مال على المطرح. كنا شردنا ورا على الشاط. لحقونا كمان صرخين. مال الثلاثة والصابنا. اربطت عندك في الصار يا حسن. ما ينفع من فوق الماسورة. ايوه اربطت عندك هنا. انا ماشي انا اربطه انا جاي. يلا تعال خلص خلص تعال. لما نحاول نرجع على شو مراكب بيتنا شغلت ولا مش شغلت. نحاول نرجع نصيت. شوي ايوه خلاص خلاص بس بس خلاص ايوه. شيل الباقي هذا. طبعا بسان وبصراحه انا استقبلتها يعني في بدايه الحرب وكان عندها جرح. ولما تنام كمان خلال النوم بكون الجفن هذا مفتوح ممكن تتعرض اللي هو القرنيه للهواء وممكن يصير فيها تقرحات. فالآن هي بتحتاج إلى عملية لإصلاح الجفن هذا بالإضافة إلى إزالة جزء من الندبة هذه و تمام. يلا جود باي. سلم مني. يلا باي باي مع السلامة. مع السلامة. يلا سيو. رجعنا على دورنا لما انتهت الحرب. لما اعلنوا الهدنة شو اسمه قالوا خلاص. لما احنا لما رجعنا على بيتنا لما شو اسمه ما قالوا الهدنة ما بقناش مبسوطين لانه بقى ناقصين يعني ان اخوي يعني ما قالوا ان اخوي بين خالي بقوا مستشهدين. يعني بقينا مبسوطين انه رجعنا وبقيناش مبسوطين يعني كثير. وبقى كل ذكرياته معها وصعب يعني يروح منها وما البنت بتحلمش فيه وما تتذكرش يعني هذا صعب. يعني اطار الحرب عمل مع الناس انهبل الناس من صرنا نسمع صوت الباب صرنا نلتمس. طلعوا بلامكو ارسموا ايش يخطر على بالك. ارسم ايش حابه ارسم اي شيء يخطر. برا نجد المدرسه في ساعه ترفيهيه عشان تخلص من اطار الحرب النفسي.
احنا مبسوطين بالساعة الترفيهية هذه، بنلعب بنضحك بننسى فترة الحرب من مرة وبننسى خالص الذكريات الجديدة اجتنا. أنا بتمنى إنه ما يصيرش حرب بعد هيك، بس أنا حاسس إنه حيصير حرب بعد هيك، لأنه كل سنة سنتين هي لازم نمول هذا العدو الحرب. ثلاث شهور من يوم ما قصف بيتنا لسه الحال ما صار شي شي، مش قادرين نعمر بيتنا ولا معانا فلوس، واليهود مش راضين يخلوا عمارك مواد بنا. يا ربي يا ربي يا ربي، خطني تهان لحظه يكون في متفجرات او الضر تقع علينا. تقوليش نجري نجري، هم اوضه خلنا ننام فيها احنا واخواتي، وهم صالون وهنا خمر. أنا إحنا وأخواتي على الصبح كنا نلعب كل يوم الصبح، أنا وعاملين مرجيحة وكل يوم بنلعب. إحنا كده رجعنا على المدارس في البيت، مش عندنا مية ولا كهرباء، مش عارفين كيف بدنا ندرس. يمكن نطلع الماكينة هذه مليحة يا احنا احنا لقيت راح الثلاث دور المصنع كان يطلع من ثلاث ايام. صار العجل يخبط من هنا. ظلنا خايفين لحظة يجي كمان حرب ويمسكونا. احنا متوقعين يعني بعد الحرب يكون مفتوح المعابر، يكون في شغل، ويكون يعني هيك الناس متحسنين، كل الدنيا متحسنة، طلعت فيش طلعت أعطل من الأول. لقيت صرت اشغل في المينا مع زلمه في البكس والجرار، وصرت لحمل يعني سمك ومحم وعواد الدنيا، ها مسلك حالي معه بالاسبوع 30 شيكل. لقيت ننزل على المينا على 5:30 نقعد على البط، بس يجي الدلال ندلل نقف وراه. بشتغل بس لو هذا تعب برضو عشان أسلك أهلي وما نموتش من الجوع. بشتغل تعب مش تعب، بضلنا أشتغل في الشغل هذا وبسلك حالي.
أنا بحب البحر، أنا انولدت في البحر، نفسي أظل طول عمري في البحر أسبح وأعيش في البحر وأنسى كل المشاكل اللي حوالي وأعيش وأظل طول عمري في البحر.